بهاد الحكومه الاسلام تزبي باش انت مواطن عود القحبه اش هاد القحاب في هذيك البلاد القحاب واش انت دير امك المروكي عند امك شي حق اشنو كيجي لطبون امك وما عندي امك فيها الحق عود العبد وهذا الاله القمعيه المخزنيه توتاليتاريا المجرمه القتاله الوحشيه الفحشيه المعذبه المقمله الخانزه اللي كتجيب لنا الامراض كلها اللي كتجيب لكم العداوه وكتجيب لنا التقحبين والبيدوفيليا ولا بروستيتيسيون والحشيش ولي دروغ ولي بريزون ولا تورتور هادو كلهم خاصنا نحاربوهم اين فوا بور توت انت دين امك كدافع عليهم نجي نقتل دين امك انا غنقلب على دين امكم كلكم مكورين مخورين لانه هو البلاد ديالنا كتحكم فيها عصابه ديال هذاك القصر ديال الزوامي تحكم فيكم عصابه اللي كتقتل دين امكم بالعصا وكتخلص كترشويكم القلب السكر ولا قرعه الزيت باش تطلعوا لي انا قري حنا امازيغ حنا مولين البلاد حنا الشرفاء ديال البلاد اللي فري ماشي تابعين لشي قريش ولا شي دم الاخرى اللي غا خيال إيش هذا ملي ترمتو تما واكله راه فرنسا تابع المغنيين كيمصليهم الزب ديالهم وتابع القحاب كلهم في العالم كيطخ وتطيق الفواتير اللي كيشري كيبني قصوره قلاوي بالضفاك راه الشعب كيموت بالجوع الزوامل حنا ماشي مغاربه حنا امازيغ غادي نربكم حنا ما كنتحناش كنبوسو الكرهين العبيد نتوما ولاد القحاب الوزاره ولاد القحاب هاد ولاد القحاب وي نتوما ولاد القحاب في البرلمان ديال القحاب كضحكوا على شعب حمار واللي تكلم غتقتلوه وكلكم ملاكيين قديتوها ولاد القحاب ربكم قديتوها هاد الملاكيه شنو درتو لنا يا طرابيش الحمراء والعبيد وصبي والقلاوي كتغوتوا بحال القحاب وبحال الدجاج خوشين على دين دمكم فاكيو تسهلوا كلكم تمشيو للخارج يحوا دين امكم يحواكم العرب لانهم بغيتوا تكونوا عرب وبغيتوا تكونوا فيها مسلمين وبغيتوا تدافعوا على فلسطين وتخليوا الامازيغ كيموتوا قدامكم وكيطلع علينا الزوامل ديال الشيخات ديال الدوزام القحاب كيضحكوا على الامازيغ مول الحانوت وحنا اوكي حنا وموعدنا الحانوت درنا فيكم خير عطيناكم كريدي كنعطيو نص كوميره وشويه الزبده باش عشتوا على القحاب لانه الشيخ كيعطيك الكريدي انتم تعطيونا ارضنا نحكوها لكرنا حنا ماشي عبيد ما بغيناش نكونوا عبيد رمضاني انت دير امك الاسلام ديالك سرتي عند السواد هذا الزوام حنا امازيغ احرار عمرنا ما كنا فيها عبيد العبيد يا العبيد يا ديك اللغه العربيه وقال وان ولا انت ولا الا ولا فات ولا ما زال وزبي وانسان فاك يو فاك يو يا ولد القحبه كيخلقوا منكم دجاج كيخلقوا منكم حشرات بدون عقل بدون ضمير وبدون تفكير كلكم عاشق بهذيك يا عاشق ينعدين الرب ديال المغاربه كلهم دين امهم اللي ما كيفكروش كرجال وكنساء احرار ينعدين ربكم الحرق دين امكم انا الحرق دين الرب ديالكم نحرقكم لانه ما تسهلوش دين امكم هذه الارض اللي واقفين عليها يا ناري يا سيدنا يا الملك يا الزهير قروضه ينعدين ربكم ينعدين رب هذو الخونه القحاب ودابا فهمتوها مزيان وهذا هو اللغه اللي كنتكلم معكم اما هذيك اللغه ديال لا ان ولا انت ولا عل ولا ساء وما زال وما دام ومن فك وما عتق اش تحول دين امك ينعدين الرب ديال المغاربه كلهم دين امهم اللي ما كيفكروش كرجال وكنساء احرار ينعدين ربكم الحرق دين امكم انا الحرق دين الرب ديالكم نحرقكم لانه ما تسهلوش دين امكم هذيك الارض اللي واقفين عليها يا ناري يا سيدنا يا الملك يا الزهير قروضه ينعدين ربكم ينعدين رب هذو الخونه القحاب ودابا فهمتوها مزيان اش تحول دين امك وطبون امك عطيني الدروا كتخربق عليا بديك الهضره كتنعس فيها الحواله الهضره ديال صورات المرزقاتي والحازقاتي والرازقاتي واذا جاك عقلك وفاك يو هذا ماشي جاب هذا مصنوع هادو كراكيز الحسن الثاني الزامل راه 1950 هذا فاش تولد الزديات ديال 1950 انتم ولادي كلكم وكلكم حويت مواتكم القحاب الملك انتم كلكم ولادي لان حويت القحاب لا تحصى في هذيك بلاد القحاب ومواتكم انا وباكم هاد الزوامل وكلكم زوامل بحال هاد الرمضاني كلكم وكاين شي واحد اللي كيقعدك ما خرجتش يدوي دين امو كثر الخوف اللي فيكم فينا هو عبد الكريم الخطابي علاش ما يتكلموش على عبد الكريم الخطابي ويجيبوه لينا هادو خوانا العبيد وكلهم كيدفعوا ليه الا شافوك زامل وقواد قحبه بحالهم كيعطوك فلوس يلاه سير قول عاش الملك غنديروا لك الاذاعه المساجد ديالكم كلهم قحاب المساجد ديالكم وضرب دعاره سي لا ميم شوز لا ميم شوز لا ميم بيتيز المساجد والقصر والكوميساريه هي نفس الشيء علاش كتمشيو لها ولا القحبه اجاب الله الهضره اجاب محمد الهضره حنا كنديو على حقوق الانسان الزوامل القحاب الشيخات اللي كيتخباو من مور الحياه وخصو يقول لي 80 صوره باش يلاه يتكلم لانه هو دير امه ما يقدرش يتكلم
خصك تقول 80 صوره والله وقال الله وصلى الله وسلم واحد من الرسول ولا ملك عرش. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تبع الهدى شو كي كتمسكنوا سير فاك يو فاك يو فاك هذاك العقليه ديالك وفاك الجاهليه ديالك وفاك يو مضافاك مروكي ما كتسوى حتى قلوه اليوم حتى تحرر لدين امك سير خرج القرعه من ترمت امك عاجي تكلم معايا طبون امك على السياسه وتكلم معايا طبون امك على اليوم وسير لدين امك عيش عند قريش وقول يا قالة وقالة قالة زبي مغربية شو هي الجنسية مغربية أنا ما بغيتهاش ما راضيهاش جنسية القحاب أنا أمازيغي وبلادي تحت الاستعمار ديال الخونة اللي داخلين عليها وجابوا فرنسا وانتوما معمرين ولهذا احنا كنحاربوا من هذا المنطق أنا ما كندويش مع الزوامل لأن انتوما أولاد من الخونة وكنقول لكم مواتكم أنا كلهم حويجة وتكوما كلكم يا البلطاجية ولادي يا ولاد القحبات ولادي هذا الرجل اللي كيدوي معاكم فاكم القحاب وقول لي يا وقال الله ناري هذا كافر ياش انا كافر انا كافر مال دين امك ياك عطيتك القحاب ديال الجنه اللي بغيت تحوي لان هذا الشيء اللي عندك في المخ ديالك الزام لا فيديو اخر جاي ونقاو على دين امكم حتى نحطموا دين امكم هذه العبوديه اللي عندكم يا القحاب ثانك يو ريتشارد اند جود باي جود باي ثانك يو